السلام عليكم، ازيكم يا سنة تانية؟ اخباركم ايه؟ انا اسماء لبيب، فرقة 5، عضو في لجنة البارة، اسرة نجاح بدون جشع. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن 3 بارازايت مهمين جدا جدا وسهلين جدا برضو. طيب، الثلاثة بارازايت اللي هنتكلم عنهم النهاردة من شابتر النيماتود. يعني ايه؟ يعني شكلهم شكل الدود العادي اللي احنا بنشوفهم، شكلهم سلندريكال، يعني مدور وليهم كافيتي. يعني مش شكلهم شكل ورق الشجر زي التريماتودا ولا ديدان شريطية زي السيستودا، لا، شكلهم شكل الدود العادي اللي احنا بنشوفهم. طيب، بما اننا في مديول جي اي تي، فالتلاتة موجودين في الانتستين، سواء اسمه الانتستين او لارج انتستين، المهم ان التلاتة مكانهم انتستين. طيب، اول بارازايت هنتكلم عنه بيسموه تعبان البطن. تعبان البطن ده لانه طوله كبير جدا مقارنة بكل البرازايت اللي احنا عارفينها. طوله حوالي كام؟ حوالي من 15 ل 30 سنتي. طيب، فده طول كبير جدا. طيب، نتخيل ان 15 ل 30 سنتي ده موجود عندنا في الانتستين بتاعتنا، تمام؟ طيب، دي اول حاجة. تاني حاجة، البرازايت ده بما اننا في مديول جي اي تي فهو موجود في الانتستين، فانهي تحديدا في السمول انتستين. فطبيعي ولوجيك جدا انه العيان بيجي يشتكي لنا باعراض في الجي اي تي. ايه اعراض الجي اي تي اللي بيجي يشتكي منها؟ نوزيا، فوميتنج، دايريا، انيروكزيا. يعني ايه يجي يشتكي بغثيان، بترجيع، باسهال، تمام؟ طيب، كمان المفاجأة هنا انه كمان العيان ده بيجي يشتكي باعراض في اللنج. ايه الاعراض اللي في اللنج اللي ممكن يجي يشتكي منها؟ يجي يشتكي من كف، يقول لك والله يا دكتور ده انا عندي كحة، ده انا عندي تضييق كده في صدري، ده انا مش بقدر اخد نفسي كويس، ده انا عندي وجع، تمام كده. طيب، ازاي نكون احنا في موديول جي اي تي وبنقول ان البرازايت موجود في السمول انتستين، ونقول انه العيان بيجي يشتكي باعراض في اللنج كمان؟ طيب، ده اللي هنعرفه بقى دلوقتي. فاول برازايت هنتكلم عنه هو الاسكاريس، تمام كده. طيب، الاسكاريس ايه العناوين اللي احنا بنعرفها؟ بنعرف الديزيز اللي بتعمله، المورفولوجي بتاعها، اللايف سايكل يعني دورة حياتها، ازاي هي دخلت لجسم الانسان ده، طيب عايشة فين في جسمه، في انهي اورجان، طيب هل في حيوان تاني بتكمل فيها دورة حياتها ولا لا، تمام كده. دي اول حاجة، اللايف سايكل. بعد كده الباثولوجي، الامراض اللي هتعملها. هي اكيد مش عايشة مسالمة كده في الجسم، لا، دي بتعمل امراض. طيب، الامراض دي هتترجم على العيان في صورة ايه؟ في صورة كلينيكال بيكتشر، يعني سيمتومز، هو حاجات هو هيجي يشتكي منها او ساينز الدكتور هيشوفها عليه، تمام كده. طيب، نقدر نعمل لها دايجنوز ازاي؟ نشخصها ازاي؟ طيب، تريتمنت هنعالجها ازاي؟ وازاي نقدر نعمل لها بريفنشن، يعني نمنعها خالص، تمام كده. طيب، الاسكاريس هتعمل ديز ايه؟ قلنا هتعمل اسكارييزيس، تمام كده. طيب، المورفولوجي هنا هو يعني مسهل علينا جدا وكاتب معلومة بسيطة جدا. احنا قلنا ان هي من النيماتود، يعني شكل الدود العادي اللي احنا عارفينه، بيبقى شكله سلندريكال وليه كافيتي. طيب، بيقول ان هي وايت نيماتود، تمام، شكرا. طيب، طولها من 15 ل 30 سنتي، احنا قلنا كده. معلومة بسيطة جدا انه الماوس بتاعها ليه 3 لب. طيب، ده الجزء البسيط اللي في المورفولوجي. طيب، هنبدأ على طول في اللايف سايكل. اللايف سايكل هنحكيها كستوري، وبعد كده نبدأ ايه، يعني هنحكيها كستوري وبعدين نشوف الايتمز اللي احنا عايزينها. اول حاجة، احنا قلنا ان الاسكاليس دي بتعيش فين؟ بتعيش في السمول انتستين. طيب، تمام، عايشة فين؟ وتحديدا في الابر بارت وفي السمول انتستين، تمام. يعني هي عايشة في الابر بارت وفي السمول انتستين. طيب، عايشة في الابر بارت وفي السمول انتستين، بتعمل ايه؟ بتاخد النيوتريشن بتاعتها من الانسان ده، وكمان بتعمل ايه؟ بتتجوز وبتنزل ايج. الايج بتاعتنا بتنزل في 3 فورم، يا اما صورة اسمها fertilized egg اللي هي المخصبة، يا اما تبقى ايج unfertilized يعني مش مخصبة، يا اما صورة ثالثة من الايج بنسميها decorticated egg، هنعرفهم دلوقتي. طيب، ال unfertilized egg اللي هي مش مخصبة و decorticated خلاص دورهم انتهى، يعني هم ملهمش دور معنا في السايكل. طيب، هنيجي عندنا في ال egg اللي هي ال fertilized دي. ال egg هي egg fertilized ومخصبة، لكنها بتنزل immature، بتنزل مش ناضجة، فبتقعد فترة في السويل يحصل لها نضوج. هيحصل لها نضوج ازاي؟ بيحصل فيها شوية انقسامات او عدة انقسامات، هذه مرحلة من الانقسام، مرحلة تانية، تمام، لحد ايه ما بيحصل؟ لحد ما بتوصل ان هي egg فيها حاجة اسمها second stage larva. والايج اللي فيها سكند ستيج لارفا دي مهمه جدا جدا. طيب، وصلنا ان احنا عندنا ايج فيها سكند ستيج لارفا، هي دي الانفكتيف وهي دي اللي هتعدي الانسان. فهيجي عندنا
انسان سليم هياخد الايج اللي فيها سكند ستيج لارفا دي كونتامينيتد مع اي اكل، الا اي الاكل اللي ممكن ياخدها معايا، اما فيجيتابلز او فروت مش مغسوله كويس وعليها الايج دي. طيب اول ما ياخدها، ما ياخد الاكل ده، هتنزل عنده في الاستومك وبعد كده في السمول انتستين. خلاص، مش احنا قلنا الاسكاريز بتعيش في السمول انتستين؟ طيب هي رجعت تاني، وصلت عندنا تاني للسمول انتستين. اول ما توصل الايج اللي فيها السكند ستيج لارفا دي للسمول انتستين، لقت بيتها ومكانها، هتهاتش، هتخرج من السمول انتستين. طيب خرجت من السمول انتستين، اجباري بقى يا لارفا واعملي ادلت ورم، تقول لك لا انا عايزه اخرج الف شويه في الجسم. طيب هتخرج تلف ازاي في الجسم؟ تخرج بتسيب السمول انتستين دي بالبنتريشن، يعني تعمل لها اختراق. هتخترق السمول انتستين وتمشي مع ايه؟ هتمشي مع البلاد فيسل، هتمشي مع الدم. طيب هتمشي مع الدم وتروح للهارت، تمام، الرايت سايد اوف ذا هارت، والهارت هيبدا يضخها لللنج ويضخها لكل الاورجنز بتاعه الجسم. يبقى هي بتوصل لاورجنز كتيره من الجسم، اهم اورجن هنتكلم عنه هو اللنج، تمام. طيب وده تفسير انه العيان بيجي يشتكي باعراض في اللنج، تمام كده. طيب يبقى احنا سريعا كده قلنا ايه؟ قلنا ان هي موجوده في السمول انتستين، بتنزل الايج، الايج اللي هتنزل الفيرتلايز، بتنزل ان ماتيور، بتقعد فتره يحصل فيها ماتيوريشن لحد ما تبقى ايج فيها سكند ستيج لارفا. الايج اللي فيها سكند ستيج لارفا دي يجي انسان سليم تاني ياخدها كونتامينيتد مع الفود، تنزل عنده في السمول انتستين. اول ما تنزل عنده في السمول انتستين، هتهاتش وتخرج وتعمل بنتريشن للسمول انتستين دي. طيب هتمشي مع تيار الدم وتروح للقلب، القلب هيضخها لكل اعضاء الجسم، واهم عضو هو ايه؟ هو اللنج. ومن هنا هنلاقي تاني جزء من السايكل تاني في اللنج. طيب نشوف، طيب وصلنا ان احنا جينا هنا في اللنج، نشوف ايه اللي هيحصل. اول حاجة احنا عندنا ايه؟ عندنا فين اهو، عندنا فين رايح لللنج علشان الدم اللي فيه يحصل له اكسجينيشن، يبدا يحصل تبادل غازات. هو احنا عندنا الريسبيراتوري سيستم ده الاول عباره عن ايه؟ عباره عن تراكيه، صح كده، ومقسومه 2 برونكاي، التراكيه دي اللي هي القصبه الهوائيه، ومقسومه ل2 برونكاي اللي هم الشعب الهوائيه، وكل برونكاي بتتقسم لحاجه اصغر اللي هي البرونكيولز، تمام كده. طيب البرونكيولز دي متحوطه بالالفيولاي اللي هي الحويصلات الهوائيه، واحنا عندنا البلاد فيسل ده او الفين ده ماشي فيه دم ورايح لللنج علشان يحصل اكسجينيشن ويحصل تبادل للغازات. وفي نفس الوقت قلنا انه احنا عندنا دلوقتي اللارفا اللي هي بتاعه الاسكاريز ماشيه في الدم، موجوده في البلاد فيسل ده اللي هي الاسود دي، وماشيه في الدم. طيب اللارفا دي هي راحت لللنج، كانت بتتشقى لكن لقت نفسها اتدبست في اللنج، ده مش مكانها ومش بيتها، فعايزه تسيب اللنج وترجع تاني مكانها اللي هو السمول انتستين. فهتعمل كده ازاي؟ هتعمل كده بالمايجريشن، يعني هتهاجر، هتبدا تهاجر، هتسيب البلاد فيسل وتدخل على الالفيولاي. طيب من الالفيولاي هتدخل على البرونكيولز، وبعد كده تطلع على البرونكاي، وبعد كده تطلع على التراكيه. طلعت على التراكيه اللي هي القصبه الهوائيه، تمام. مين اللي قدام التراكيه؟ الاسوفيجس، صح كده، اللي هو المريء اللي هو اول جزء في الجي اي تي. هتدخل الاسوفيجس ده ومنه على الاستومك، وبعد كده ترجع تاني على السمول انتستين. اول ما ترجع اللارفا تاني على السمول انتستين، خلاص بقى كده هي اتعلمت الادب، مش هتلف تاني، فهتكبر وتعمل الادلت وورم، وتبدا بقى تاني تبدا تعمل يحصل فيرتلايزيشن وتنزل الاكتام كده. يبقى ده السايكل اللي احنا قلناها، قلنا جزء في السمول انتستين والجزء التاني في اللنج. الجزء اللي في اللنج ان اللارفا اول ما خرجت وصلت للسمول انتستين، راحت سابتها ولفت مع الدم. طيب لفت مع الدم ازاي؟ سابت السمول انتستين ولفت مع الدم، لفت مع الدم راحت للهارت، الهارت ده ودخاها لللنج ولكل الاورجنز، تمام كده. طيب بعد ما راحت لللنج، خلاص بقى عايزة ترجع تاني بيتها، هترجعوا ازاي؟ هترجعوا بالمايجريشن، بتعمل حاجة اسمها مايجراتوري سايكل، يعني تطلع من الالفيولاي للبرونكيولز للبرونكاي للتراكيه، وبعد كده من التراكيه للاسوفيجس، ده بنسميها مايجراتوري سايكل، تمام كده. احنا كده قلنا السايكل كستوري، حكينا السايكل كقصه، لكن السايكل بنحتاج فيها ايه؟ بنحتاج فيها 6 حاجات
اتنين هوست تمام كده، اتنين ستيج و اتش ام تمام كده. دول 6 حاجات. ايه الاتنين هوست؟ اول حاجة عندنا الديفينيتيف هوست. يعني ايه الديفينيتيف هوست؟ ديفينيتيف هوست يعني الهوست اللي عايش فيه الادلت ورم. الادلت ورم بتعيش فين؟ بتعيش في الانسان. احنا اصلا ما اتكلمناش عن اي هوست تاني غير الانسان، يبقى ديفينيتيف هوست هو الانسان. طيب تاني هوست كنا بنتكلم عنه الانترميديت هوست، هل هنا يعني قلنا اي حاجة في الانترميديت هوست؟ لا. طيب يبقى عندنا ديفينيتيف هوست هو الانسان. طيب ايه الاثنين ستيج؟ الاثنين ستيج هما الايه، الفيرتلايزد ايج، سوري الدياجنوستيك ستيج والانفكتيف ستيج، صح كده؟ عندنا 2 ستيج اهم. ادي عندنا دي الدياجنوستيك ستيج اللي هو التور التشخيصي، والانفكتيف ستيج اللي هو التور المعدي. طيب مين الدياجنوستيك ستيج؟ هنشخص منين؟ احنا بنطلب يعني ابسط حاجة، عيان بيشتكي من اعراض جي اي تي، فبنطلب منه تحليل براز او ستول اناليسس، بنلاقي فيه ايه؟ بنلاقي فيه عندنا الايج اللي هي الفيرتلايزد ايج. طيب ايه الانفكتيف ستيج بقى؟ او يعني ايه التور المعدي للانسان؟ هو الايج برضو. طيب ايج بس؟ لا، دي ايج فيها حاجه مهمه جدا جدا اللي هي السكند ستيج لايف. طيب بعد كده عندنا ايه؟ عندنا اتش ام. الاتش اللي هي اختصار للهابيتات. الهابيتات هو الاورجان اللي الادلت ورم بتعيش فيه في الديفينيتيف هوست. الادلت ورم في الانسان بتعيش فين؟ بتعيش في السمول انتستين، ابر بارت اوف سمول انتستين. ومحدش يتلخبط ويقول في اللنج، لا، اللنج بتعدي عليها اللارفا، تعمل فيها شويه مشاكل وترجع تاني للسمول انتستين، تكبر وتعمل ادلت ورم. يبقى الهابيتات عندنا هي السمول انتستين. طيب بعد كده عندنا ايه تاني؟ الام، احنا قلنا اتش ام. الام هي اختصار للمود اوف ترانسميشن. العدوى بتتنقل ازاي للانسان؟ يبقى العدوى بتتنقل بالانجيشن للكونتامينيتد فود، صح كده؟ طيب احنا كده خلصنا السايكل. طيب نتكلم حاجة بسيطة كده عن الايج. الايج عندنا احنا قلنا بينزل كام نوع من الايج؟ قلنا بينزل حاجة اسمها فيرتلايزد ايج يعني ايج مخصبة، ونوع تاني اسمه انفيرتلايزد يعني ايج مش مخصبة. طيب ونوع تالت اسمه ديكورتيكيتد، تمام كده؟ طيب وقلنا انه الفيرتلايزد ايج دي بتنزل اماتيور، وبيقعد بتقعد فترة ويحصل فيها ماتوريشن، فتبقى ايه؟ تبقى ايج فيها سكند ستيج لارفا. احنا عندنا كده كام نوع من الايج؟ عندنا 4 انواع من الايج، هنتكلم عنهم وناخد وصف بسيط عنهم، تمام. طيب بس قبل ما نتكلم عن الايج، هي الايج بتاعه الاسكاريس دي عموما شكلها ايه؟ تعالوا نشوف كده الايج بتاعه الاسكاريس شكلها ايه. هي ايج عاديه، اللي انا برسمه ده الاسود ده اسمه شيل. شيل يعني غطا، فالاسود اللي انا رسمته ده يعني شيل. طيب تاني حاجه، الايج بتاعه الاسكاريس برضو فيها حاجه تانية، فيها ايه؟ حواليها حاجه زي زجزاج كده، بنسميها ايه؟ بنسميها ماميليشن. يبقى الاسود ده الشيل اللي هو الغطا، وحواليها من جوه ماميليشن. طيب والايج دي لو هي فيرتلايزد بعد فتره هيبقى فيها الامبريو، تمام. لو هي مش ان فيرتلايزد خلاص مش هيبقى فيها حاجه من جوه، تمام كده. طيب تعالوا بقى نشوف ايه بقى الايج. احنا قلنا عندنا ايه؟ 4 انواع من الايج. طيب عندنا fertilized egg، وعندنا unfertilized egg، وحاجة اسمها decorticated egg. طيب والرابعة الامبريونيتد egg. مش دول الـ4 انواع اللي اتكلمنا عنهم؟ طيب تعالوا ناخد اول نوعين، الفيرتلايزد والانفيرتلايزد، هناخدهم كشكل مقارنة. الفيرتلايزد egg بنقول ليها وصف ايه؟ تخينة وقصيرة. الانفيرتلايزد لا، دي طويلة ورفيعة. طيب ايه تخينة وقصيرة وطويلة ورفيعة دي؟ هو احنا في اي egg بنتكلم عن ايه؟ عن 2S و2C، الشيب والسايز والكالر والكونتنت. طيب تعالوا نشوف، ناخدهم الاثنين كمقارنة. اول حاجة الفيرتلايزد ايج، الشيب بتاعها ايه؟ شكلها اوفال، شكلها بيضاوي، تمام كده، دي الفيرتلايزد. طيب الانفيرتلايزد لا، دي شكلها لونج ونارو يعني طويلة ورفيعة. طيب الاس التانية في الفيرتلايزد ايج اللي هي السايز، في الفيرتلايزد ايج حجمها كام؟ احنا قلنا قصيرة، يبقى حجمها من 60 ل 45. لكن الانفيرتلايزد لا، دي طويلة، يبقى حجمها من كام؟ من 90 في 45. طيب بعد كده عندنا السي اللي هو الكالر. الكالر عندنا في الفيرتلايزد ايج لونها براون، والتانية برضو لونها براون. طيب ايه بقى ليها وصف؟ احنا قلنا ايه؟ الفيرتلايزد تخينة. يعني ايه تخينة؟ يعني السكل اللي كنا بنقول الشيل بتاعها من جوه، ده الشيل في الفيرتلايز بيبقى تخين، تمام كده. وكمان المامليشن حواليها بيبقى كتير، يبقى
سيكشن وثين ماميليشن، لكن الانفرتلايزد لا، الشيل بتاعها بيبقى رفيع، ارفع يعني ارفع من كده بكتير، تمام كده. طيب والماميليشن بتاعها مش كتير، تمام، يبقى الشيل رفيع والماميليشن مش كتير. طيب ده الفيرتلايزد ايج والانفيرتلايزد ايج. طب لو عايزين نتكلم عن الستير الرابعه اللي هي الكونتنت، الفيرتلايزد ايج دي مخصبه يعني فيها امبريو بس هي لسه اماتيور، لكن الانفيرتلايزد دي ما فيهاش كونتنت، تمام. طيب امال ايه حوار الديكورتيكيتد دي؟ الديكورتيكيتد دي عباره عن ايه؟ عباره عن ايج، عباره عن شيل بس، سوري، كنا بنعمل الشيل باللون الاسود، فدي الديكورتيكيتد. ايه الديكورتيكيتد دي؟ الديكورتيكيتد يعني الايج عباره عن شيل بس، مفيش الماميليشن الاحمر اللي احنا كنا بنرسمه ده، فدي هي ديكورتيكيتد يعني متقشره، تمام. فهي ايه القشره اللي متشاله من عليها؟ ان هي مش عليها الماميليشن. طيب بعد كده عندنا الامبريونيتد ايج، دي ايه؟ دي زي الفيرتلايزد بالظبط، برضو سيك شيل والماميليشن حواليها كتير، وهي زي الفيرتلايزد بالظبط، بس ايه الفرق عليها؟ ان هي حصل فيها ماتوريشن فبقى فيها لارف. وده حوار الايج، قلنا اربع انواع من الايج، يا فيرتلايزد يا اما انفيرتلايزد يا ديكورتيكيتد يا امبريونيتد. الفيرتلايزد والانفيرتلايزد خدناهم مع بعض مقارنه، الديكورتيكيتد قلنا مش حواليها ماميليشن، الامبريونيتد قلنا هي ايه؟ قلنا هي فيرتلايزد ايج لكن حصل فيها ماتوريشن فبقى فيها اللارف، تمام كده. ده حوار الايج. طيب يا رب الدنيا كده تكون سهله. السلايد دي مش عندكم؟ دي الصورة اللي في الكتاب عندكم، نقولها برضو سريعا. عندنا ايه هنا؟ عندنا الاسكاريز، ميل وفيميل عايشة في السمول انتستين، تمام. بيحصل فيرتلايزيشن، بينزلوا ثلاث انواع من الايج، يا اما فيرتلايزد يا اما فيرتلايزد يا اما الانفيرتلايزد يا اما الديكورتيكيتد، تمام. طيب خلينا مع الفيرتلايز، الاثنين دول خلاص ما لهمش لازمه، خلينا مع الفيرتلايز. بتنزل اماتيور، بتقعد فتره يحصل فيها ماتوريشن فيبقى فيها سكند ستيج لارف. طيب السكند ستيج الايج اللي فيها سكند ستيج لارف دي لما توصل لانسان سليم في الاكل كونتامينيتد، هتنزل عنده في السمول الانتستين بتاعته، هتهاتش وتخرج حاجه اسمها رابديتي فورم، اسمها رابديتي فورم عشان شكل الاسوفيجاس بتاعها واخد الشكل ده، تمام. طيب اللارفا دي شقيه، بتسيب السمول انتستين بالبنتريشن وتوصل للفينوس سيركيوليشن، توصل للدم. طيب اول ما توصل للدم ماشيه مع الدم هتوصل للهارت، توصل للرايت سايد اوف ذا هارت، تمام. الرايت سايد اوف ذا هارت ده اللي بيضخ الدم فين؟ بيضخ الدم لللنج. طيب خلاص اللارفا بتاعتنا بقت ماشيه مع الدم اللي وصل لللنج، اول ما توصل لقيت نفسها اتدبست في اللنج، هتسيب اللنج عن طريق الشجره اللي قلناها من الصغير للكبير، الفيولاي برونكاي تراكيه، وتطلع على الاسوفيجاس. خلاص بقى اول ما توصل للاسوفيجاس تنزل سمول انتستين وتعمل ادلت وور، تمام. طيب بعد ما اتكلمنا عن اللايف سايكل بنتكلم عن ايه بقى بعد كده؟ عن الباثولوجي. الباثولوجي اللي هو الامراض، احنا قلنا في مرحلتين للبارازايت ده، يا اما ادلت وورم عايشه في السمول انتستين يا اما لارفا عايشه في اللنج، تمام. فاحنا هنتكلم عن امراض بسبب الادلت وورم في السمول انتستين او امراض بسبب اللارفا في اللنج، تمام. طيب نبدا اول حاجه بالانتستين. بارازايت دوده حجمها من 15 ل 30 سنتي عايشه في السمول انتستين. اول احتمال ان هي تبقى مايلد انفكشن، يعني انفكشن بسيطه، دوده او اتنين كده عايشين في السمول انتستين، خلاص مش هنحس بحاجه، يبقى اسيمتوماتيك، مفيش سيمتومز، نو سيمتومز دي لو مايلد انفكشن. طيب لو هيفي انفكشن، لو انفكشن كتيره، بارازايتس كتيره عايشه في السمول انتستين، هتعمل ايه؟ هتعمل اوبستراكشن، هتسد السمول انتستين دي. ومعانا صوره هنا اهي، دي الانتستين بتاعتنا مليانه بقى بالبارازايت، خلاص هي كده خلاص اتقفلت، يعني عملت obstruction، تمام. طيب تالت احتمال انه الادلت ورم دي تسيب الانتستين اصلا وتروح لاماكن تانية، تروح لايه؟ تروح للابندكس، تمام، تروح للابندكس اللي هي الزايده، تروح للبيلاري داكت اللي هي القنوات المراريه، تروح لحاجه اسمها امبولا اوف فاتر عند البنكرياس، تمام. طيب يبقى اول احتمالات في الانتستين، لو مايلد انفكشن مش هنحس بحاجه وهيبقى نو سيمتومز، لو هيفي انفكشن تعمل اوبستراكشن، ممكن تسيب الانتستين خالص وتروح لاماكن ان يوجوال مش اماكنها، تروح للابندكس،
تروح للبيلري داكت، تروح للأمبولا أوف باتر، وأي مكان هتروحه طبعا هتعمل فيه مشاكل. طيب تاني احتمال، احتمال أو سوري تاني باثولوجي، باثولوجي بسبب اللارفا اللي موجودة في اللنج. اللارفا موجودة في اللنج، هو مش في مكانها، واه هي حاجة صغيرة بس برضه دي حاجة يعني بقت موجودة في اللنج وجسم غريب، فطبيعي ان الجهاز المناعي بتاعنا هيهاجمها. فاول ما الجهاز المناعي بتاعنا يشوف اللارفا دي موجودة في اللنج هيعمل فيها ايه؟ هيعمل فيها ديستراكشن، يبدأ يكسرها ويبدأ يعمل حواليها ايه بقى، يحوطها بالسيلز بتاعة الاميون سيل بتاعة الاميون سيستم اللي هي خلايا المناعة، ويعمل ايه انفلاميشن، ويعمل جرانيولوما. جرانيولوما دي كانت ايه؟ كانت عبارة عن الجسم الغريب ده وماكروفاج بتاكلها، ما بتقدرش عليها، فبتتحوط بسيلز كتير من الاميون سيستم. تمام، فخلاص عملت حاجة اسمها جرانيولوما. يبقى احنا كانت عندنا اللارفا هي تيجي الخلايا محوطاها خلاص اللي هي بتاعت الاميون سيستم مش قادرة عليها، فعملت حاجة اسمها جرانيولوما. تمام، طيب الجرانيولوما دي ايه؟ ده ناتج خناقه ما بين اللارفا وما بين الاميون سيستم، فعملت حاجه اسمها ايه؟ عملت الالرجيك مانيفيستاشن، حساسيه. طيب الحساسيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن برونكوس سبازم، ان هي يعني خلاص ان هو بقى مش قادر ياخد نفسه، بتعمل سبازم في البرونكاي، تبدا يعني تقفل البرونكاي او كده، فهو خلاص مش قادر ياخد نفسه، وبقى فيه ايزينوفيليا عاليه. الايزينوفيل دي اللي هي ايه؟ خلايا من خلايا المناعه اللي هي بتحاول تهاجم اللارفا دي، فعشان كده بيبقى فيه ايزينوفيليا عالي. يبقى المشاكل في اللنج بسبب ايه؟ بسبب اللارفا، ان الاميون سيستم بيحاول يسيطر عليها ويهاجمها فما بيقدرش، فبيعمل حاجه اسمها جرانيولوما. الخناقه دي اللي هي بتعمل الحساسيه، بتعمل برونكوسباسم، العيان ده مش قادر ياخد نفسه، وكمان عنده الالرجيك مانيفستيشن، عنده كل اعراض الحساسيه بقى سواء هرش او كرشه النفس او الحاجات دي كلها، وكمان عنده ايزينوفيليا عاليه في الدم بتاعه. الايزينوفيل اللي هي خلايا المناعة اللي راح تهاجم اللارفا دي بقت كتيرة جدا لأنها بتحاول تسيطر على اللارفا. طيب معلومة كمان، احنا كنا بنقول ايه؟ ان اللارفا دي عشان تسيب اللنج وتروح للانتستين دي بتعمل مايجريشن، تمام، او مايجراتوري سايكل. المايجريشن ده بيزيد بايه؟ بيزيد بالفيفر وبالاناسيزيا ودراج اسمه تتراكلورو ساينين. يعني لو العيان ده عنده درجة حرارة عالية شوية، او هو في بياخد اناسيزيا، بياخد تخدير، او بياخد نوع العلاج ده، الحاجات دي بتحفز المايجريشن ده، فبالتالي بتحفز الاعراض اللي هي البلمونري دي. تمام، لانه اللارفا دي بتبدأ خلاص تبدأ تهاجر وتسيب اللنج، وطول ما هي ماشية عمالة تكسر في اللنج وتعمل فيها مشاكل، فالعيان يبدأ يحس اكتر بالاعراض البلمونري. تمام، ده الباثولوجي، قلنا اعراض انتستاينال بسبب الادلت ورم، واعراض بلمونري بسبب اللارفا. تمام، طيب بعد كده نتيجة الباثولوجي دي بقى ايه؟ اعراض او حاجات بتترجم على العيان، تمام، اللي هو اصلا هيجي يشتكي منها. بيجي يشتكي من ايه؟ قلنا حاجات في الانتستين، وحاجات في البلمونري، وحاجات في اماكن تانية اللي هي البارازايتس هتروحها. تمام، طيب نبدأ أول حاجة بالإنتستين. أدلت ورم عايشة في الإنتستين، فالعيان بتاعنا يجي يشتكي من إيه؟ يجي يشتكي من قلنا إيه؟ نوزيا، عنده غثيان، أو فوميتنج اللي هو الترجيع، أو دايريا اللي هو الإسهال، أو إنه نفسه يعني نفسه مسدودة لأنه البارازايت ده مالي الإنتستين بتاعته، فعامل له أصلا إحساس بالشبع، هو كده كده أصلا مش قادر ياكل. تمام، فدي الاعراض الانتستاين، النوزيا وفومتنج ودايريا وانيروكزيا. طيب تالت حاجه، اعراض في البالمونري. اعراض في البالمونري قلنا ايه؟ هو العيان ممكن يجي يشتكي من اعراض ايه في اللنج؟ يجي يشتكي من كف، تمام، عنده كحه، تمام، عنده ويزنج يعني في صوت في صدره، عنده ديزنيا، كرشه نفسه ومش قادر ياخد نفسه. طيب سب استرنال بين يعني وجع في منطقه الصدر، دي كلها اعراض بالمونري، كاف وديزنيا وويسنج وسب استرنال بين. طيب اعراض تانية في البالمونري، في البالمونري برضو لكن كلها ليها علاقه بالحساسيه والرياكشن اللي بيحصل ما بين اللارفا دي والاميون سيستم، اللي هي ايه بقى؟ اليرجي اللي هي الحساسيه، والارتكاريا، والايزينوفيل العاليه في البلد، تمام، او انها اصلا تبقى اسمبتوماتيك ما يحسش بحاجه. تمام، طيب احنا كده قلنا الانتستاينال وقلنا البلمونري، حاجات لوجيك جدا، كاف ويزنج ديزنيا سب استرنال بين، وحاجات ليها علاقه بالحساسيه. طيب بعد كده اذر. ايه اذر دي؟ اذر معناها انه الادلت ورم دي لما يروح اماكن تانية في الجسم هيعمل فيها مشاكل، وهتبقى الكلينيكال بيكتشر بسبب وجودها في المكان ده، فنيجي نشوفها. هنسكمها بايه؟ اي بي سي. تمام، طيب اول حاجه
الايه اللي هي ابندسايتس. ابندسايتس يعني الورم دي او الاسكاريس دي لما تروح للابندكس اللي هي الزايده هتعمل فيها التهاب، التهاب الزايده بنسميه ابندسايتس. دي الايه. طيب بعد كده عندنا البي، البي اللي هي بريتونايتس. بريتونايتس اللي هو البريتونيوم اللي هو غشاء البريتون، البريتوني ده اللي بيحوط الابدومين. طيب الورم دي لو وصلت للغشاء ده بتعمل فيه برضو التهاب، التهاب البريتونيوم بنسميه بريتونايتس. دي اول بي. طيب بي ايه تاني ممكن تروح للجول بلادر اللي هي المرارة فتعمل حاجة اسمها بيلاري اسكارييزس. دي تاني بي. طيب ممكن تعمل بي تالتة اللي هي ايه، وهي في المرارة دي تبدأ تعمل حصوات فبتعمل بيلاري ستون. طيب يبقى احنا قلنا الاي اللي هي الابندسايتس التهاب في المرارة، البي اللي هي البريتونايتس التهاب في البريتونيوم، البيلاري اسكاريزيس اللي هي وجودها في المرارة طيب او تعمل ستون بيلاري ستون. طيب السي. بعد كده في ايه السي بقى اللي هي كولينجايتس وكوليسيستايتس، يعني التهاب في المرارة نفسها والقنوات المرارية اللي هي الكولينجايتس والكوليسيستايتس. تمام دي الكلينيكال بيكتشر. قلنا ايه انتستاينال نوزيا فوميتنج دايريا بالمونري، حاجات ليها علاقة بالمكان نفسه كاف ويزنج ديزنيا سب استرنال بين، وحاجات ليها علاقة بالحساسية والرياكشن اللي بيحصل الالرجي والارتكاريا والايزينوفيليا. طيب والاذرز على حسب المكان اللي هتروح هتعمل فيه التهاب، وسكمناهم في A B C A و3 B و2 C. تمام كده. طيب عامل لنا عنوان في الكتاب اسمه الكومبليكيشن واحنا اتكلمنا عنه. اول حاجة قالك لو في انفكشن موجودة في الانتستين هتعمل ايه، هتعمل اوبستراكشن، دي قلناها في الباثولوجي. طيب بعد كده البيلاري اسكارييز اللي هي الكولينجايتس والكوليسيستايتس، دي التهاب في القنوات المرارية والمرارة نفسها، البيلاري ستون حصوات في المرارة. طيب الهيباتايتس والبنكرياتايتس اللي هي لو راحت للليفر هتعمل التهاب في الليفر بنسميه هيباتايتس، لو راحت للبنكرياس هتعمل التهاب في البنكرياس بنسميه بنكرياتايتس. تمام. طيب الاكيوت ابندسايتس اللي هي لو راحت للزايدة. تمام. يبقى الكومبليكيشن احنا اصلا قلناهم قبل كده في الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر. تمام. قلنا تعمل اوبستراكشن لو هي كمية كبيرة في الانتستين، البيلاري اسكاريزس بقى اللي هي الاسكاريس وصلت للمرارة هتعمل حاجات كتير، تعمل لها التهابات، تعمل فيها حصوات، تعمل التهابات في الليفر، تعمل التهابات في البنكرياس. لو وصلت للابندكس هتعمل حاجة اسمها اكيوت ابندسايتس، ولو وصلت للبريتونيوم بتعمل بريتونايتس. تمام. كل دي حاجات احنا قلناها، بس بما انه كاتبها في عنوان لوحده فاوكي يعني مفيش مشكلة. تمام. طيب بعد كده بقى هنشخص ازاي. خلاص احنا اتكلمنا عن اللايف سايكل بتاعتها، اتكلمنا عن الباثولوجي الكلينيكال بيكتشر، وقلنا كومبليكيشن. خلاص بقى نبدا نشخص. فهنشخص ازاي احنا عندنا مشاكل، عيان بيجي يشتكي لنا من اعراض في الجي اي تي، فاول وابسط حاجه هنطلبها منه نطلب منه ستول اناليسيس. تمام. نبدا نحلل البروز بتاعه ده، نشوف يعني هل في حاجه بارازايت عنده بينزل الإج، فنبدأ نعرف من شكل الإج دي نبدأ نعرف إيه نوع البارازايت اللي عنده، أو البارازايت ده أنهي نوع من البارازايت. وإحنا اتكلمنا عن شكل الإج وعرفناها. طيب فأول حاجة بنطلب ستول أناليسز، نلاقي إيه في الستول أناليسز دي، يا إما نلاقي الإج وده العادي اللي إحنا بنشوفه في كل بارازايت، يا إما ممكن نلاقي الأدلت ورم، يعني نلاقي يا الإج يا الورم. تمام. طيب الاسكاريس ليها جزء من دورة حياتها في اللنج اللي هي اللارفا، فممكن لكن هو قليل جدا، لكن ممكن يعني ان احنا نلاقي في السبيوتم بتاعه اللي هو البلغم بتاعه نلاقي اللارفا دي. تمام. يبقى اول حاجة بنعمل ستول اكزامينيشن نلاقي الايج او الورم اللي هو البارازايت، ورير ان احنا نلاقي اللارفا في السبيوتم بما ان هي ليها جزء من دورة حياتها في اللنج. طيب ممكن نعمل راديولوجي، نعمل فيلم كده ونصور السمول انتستين. طيب بنعمله ازاي؟ فبيقولك انه بنلاقي الادلت ورم في الراديولوجي. طيب احنا بنعمل الراديولوجي ده ازاي عشان تبقوا فاهمين؟ هما بيشربوا العيان مادة يعني زي الغاز كده بتصبغ اللوب كله، بتصبغ المريء والاستومك والانتستين، بتصبغه كله بتخليها ابيض. فلما بيجي يبدأ يصور بقى بالأشعة دي بتبدأ تبان الأدلت ورم، بتبان وسط العتامة دي، يعني هو اللوب كله بيبقى معتم أبيض كده
والورم بتبان فيه. ده الراديولوجي، او نشخص من الايزينوفيليا. وقلنا ان الايزينوفيليا دي، الايزينوفيليا هي خلايا الدم اللي بتبدا تهاجم البارازايت ده، فلما بنعمل تحليل ونلاقيها عاليه ده برضو بنشخص منها الاسكاريس. تمام. طيب التريتمنت بتاعنا 3 دراج، اول واهم دراج اللي هو الميبندازول. تمام. ضافولكوا 2 دراج عندكم جداد اللي هو بايرنتال بيرميت وبيبي رازين ستريت. تمام. لكن اهم حاجه هو الميبندازول. طيب بعد ما عملنا دايجنوزس وعالجنا، ازاي بقى نقدر نمنع البرازيت ده خالص؟ طيب هنمنعه ازاي؟ اللي هو البريفنشن. اول واهم حاجه هيلث اديوكيشن، احنا بنعلم الناس عن البرازيت ده، واغسلوا بقى ايديكم يا جماعه، ونعلمهم عادات كويسه، ونعلمهم طريقه انتشار البرازيت، نعمل لهم توعيه. تمام. اللي هي بنسميها هيلث اديوكيشن، لانه ايه، الوقايه خير من العلاج. فانا لما اعلمه خلاص هو يعني هيبدا يتجنب طرق انتشار البرازيت ده ومش هيجيب، فهيلث اديوكيشن. تاني حاجه نبدا وش للفيجيتابلز، وده جزء من الهيلث اديوكيشن. طيب سانيتري ديسبوزال للهيومن فيسز، ان احنا نتخلص من الفضلات دي بتاعت الانسان دي في اماكنها، يعني مش في الشارع، مش تمام. وده برضو جزء من الهيلث اديوكيشن، يعني هو الهيلث اديوكيشن شامل كل ده. ماشي. بعد كده نعمل ماسيف تريتمنت، ان احنا نبدا نكشف على الناس، يعني زي الحملات اللي بتظهر كده كل فتره عن فيروس سي، عن اي مرض بيبدا كده كل شويه يظهر حمله، حمله الكشف عليها وعلاجها. تمام. اللي بتظهر في الوحدات الصحيه يبداوا يعملوا تحاليل للناس كلها، ويشوفوا الناس اللي عندها اسكاس، ويبداوا يعالجوهم كلهم مع بعض، اللي هو ماسيف تريتمنت، ان احنا فجاه كده نعمل الحمله ونبدا نعالج كل الناس، مش نستنى لما كل واحد يجي لنا لوحده، لا احنا اللي نبدا نعالج الناس كلها، فده بنسميه ماسيف تريتمنت. طيب اخر حاجه الفيسز اللي بنستخدمها في ال ك فيرتلايزر يعني، او كمخصبات للتربه، نبدا نعمل لها فرمنتيشن او تخمير عند درجه حراره 50 علشان نقتل الايج. واحنا بنستخدم الفضلات دي سواء كانت فضلات الانسان او الحيوان في تخصيب التربه، يعني اكيد انتوا عارفين المعلومه دي. فاحنا بقى علشان يعني نتجنب انه اي فيسز دي يبقى فيها اج لاي بارازايت، وممكن يعني توصل لانسان تاني وتسبب عدوى، لا فاحنا الفضلات دي نبدا نعمل لها فرمنتيشن او تخمير عند درجه حراره يعني عاليه شويه، اللي هي 50 درجه، يعني علشان نقتل لو فيها لارفا، لو فيها اج، لو فيها اي حاجه نبدا نقتلها وخلاص، والعدوى دي ما تبداش يعني ما تنتشرش تاني. فهيلث اديوكيشن شامل ايه بقى؟ وش للفيجيتابلز، بنعمل سانيتري ديسبوزال للهيومن فيسز، بنعمل علاج شامل اللي هو ماسيف تريتمنت، و الفرتلايزر ده بقى نعملها فرمنتيشن عند درجة حرارة عالية. طيب بعد كده بقى البرازايد التاني، يا رب يعني الأسكاريس تكون بقت سهلة. طيب هنبدأ بقى على طول في البرازايد التاني، هو اسمه الترايكور سترايكور، بين قوسين كده اسمه الكورباك. طيب اسمه كورباك ليه؟ أو الترايكور سترايكورا اسمه كورباك كرباك ليه؟ لانه شبه الكرباك. الكرباك بيبقى ليه جزء تخين كده اللي بنمسك منه ده، وجزء رفيع اللي بنضرب بيه. تمام. فهي الترايكور استرايكورا دي شكلها بالظبط. طيب مبدئيا الترايكور استرايكورا دي عايشه فين؟ عايشه في اللارج انتستين. احنا كنا بنقول في الاسكاريس عايشه في السمول انتستين، لا دي عايشه في اللارج انتستين. زي الاسكاريس هنتكلم برضو عن ايه، لايف سايكل باثولوجي، كلينيكال بيكتشر، دايجنوزس وتريتمنت وبريفنشن. تمام. طيب جزء بسيط خالص بس عن المورفولوجي، هي دي اول حاجه الاسكاريس، سوري الترايكورس. دي عندنا ايه؟ دي عندنا الفيميل، وده عندنا الميل. طيب ده شكل الكرباك اللي احنا بنقول عليه، الجزء ده تخين اهو، الجزء ده اللي بشاور عليه تخين، لكن ده الجزء الرفيع فواخد شكل الكرباك. طيب بالمناسبة الجزء التخين ده هو البوستيرور اند، والجزء الرفيع هو الانتيرور اند. يعني ايه؟ يعني الهيد هي الجزء موجودة في الجزء الرفيع، نهاية الجزء الرفيع دي ده هو ده الهيد، لكن الجزء التخين ده التيل، ده ديل البرازايت. تمام. طيب ايه بقى المورفولوجي؟ قالك الادلت ورم طولها كام؟ طولها من 30 ل 50 مليمتر. طيب
الاسكيرت كانت سنتي على فكره، مش عشان محدش يقول ان دي اكبر، لا دي مليميتر. طيب من 30 ل 50، وشكلها ويب لايك شبه الكرباج. الانتيرور اند بتاعتها اللي هي انتيرور اند اللي هي قلنا الرفيعه دي، والبوستيرور اند اللي هي السك. طيب حاجه في الميل، بيقول ان الميل بتاع البوستيرور اند بتاعته بتبقى كويلد، يعني ملفوفه حوالين نفسها كده، بتبقى ايه ملفوفه حوالين نفسها كده. تمام، دي البوستيرور اند اللي هي عند الكودال اند يعني عند الديل. تمام، ادي اهو فعلا ادي الميل عندنا اهو، دي الانتيرور اند بتاعته، دي الانتيرور اند بتاعته رفيعه. طيب البوستيرور اند بقى اهي ملفوفه، ملفوفه حوالين نفسها اهي 360 درجه. تمام، يبقى طولها خلاص شكلها شبه الكرباج، ليها انتيرور اند رفيعه ودي اللي فيها الهيد وليها بوستيرور اند. عند الميل الديل بتاعه اللي هو الجزء التخين ده ملفوف، لكن الفيميل من عند البوستيرور اند ستريت عادي. تمام، ده المورفولوجي. ماشي، بعد كده مين نتكلم عن اللايف سايكل برضو، نبدا كاستوري. الادلت ورم احنا قلنا هي بتعيش فين؟ بتعيش في اللارج انتستين. طيب هي بتثبت نفسها ازاي؟ الجزء الرفيع ده قلنا ان هو فيه الهيد، فهي بتثبت نفسها في الميكوزا بالهيد دي، بتثبت نفسها في اللارج انتستين بالهيد. طيب والديل اللي هو الجزء التخين ده، ده موجود فري كده في اللارج انتستين. تمام، عايم كده في اللارج انتستين في اليوبن. ماشي، طيب دي الصورة اللي عندكم في الكتاب هنشرح عليها. عندنا ايه؟ اول حاجة قلنا ان هي عايشة في اللارج انتستن، فعندنا الميل والفيميل عايشين في اللارج انتستن، يعني عايشين في روقان وبيتجوزوا وبيخلفوا والدنيا تمام معاهم. خلاص خلفوا، بينزلوا الاج. الاج عندنا هتنزل فين؟ في الاستول. طيب بتنزل تقعد فترة، اهي هم عايشين اهم في اللارج انتستين، بينزلوا ايج. الايج بتاعتنا بتنزل فترة، بتنزل في الاستول، برضو بتنزل اماتيور، يعني مش في مرحلة نضوج، بتقعد فترة في التربة يحصل لها ماتيوريشن. يحصل لها ماتيوريشن يعني ايه؟ يبقى فيها لارفا، اللارفا اللي فيها تكبر ويبقى فيها لارفا. طيب بعد كده عندنا يجي انسان سليم ياخد اللارفا دي، كونتامينيتد مع اي اكل، برضو خضار فاكهة مش مغسولين كويس او مية. طيب اول ما ياخدها وتوصل عنده لللارج انتستن، اللارفا بتاعتنا دي هتبدا تخرج من الايج، الايج هتبدا تهاتش وتخرج اللارفا دي. طيب اللارفا بتخرج من الايج، اهي خرجت من الايج وبقت في اللارج انتستن. طيب اللارفا في السكند ستيج، يعني في المرحله الثانيه ليها، في مرحله الانقسام الثانيه، وهي موجودة في مكانها خلاص في اللارج انتستين، فبتكبر تاني وتعمل الادلت ورم ويتجوزوا بقى ويخلفوا والسايكل تكمل تاني. تمام، دي الصورة اللي في الكتاب. طيب نشوف صورة تانية برضو، احنا عندنا الانسان ده مصاب عنده اسكارس، عايزة عايشة في اللارج انتستين بتاعته. الاسكارس عايشة بتنزل الايج في الاستول، الايج بتنزل اماتيور، بتنزل مش مخصبة او يعني لا سوري، هي مخصبة لكن مش ناضجة. تمام، فبتقعد فترة يحصل فيها نضوج او ماتيوريشن، يبقى فيها اللارفا. طيب بعد كده خلاص هي بقى فيها اللارفا. تمام، يجي انسان تاني سليم ياخد الايج دي كونتامينيتد مع اي حاجه، اول ما ياخدها وياكلها تكبر وتوصل عنده لللارج انتستين، الايج دي تبدا تهاتش وتخرج اللارفا في السكند ستيج، وبعد كده اللارفا تكبر وتعمل ادلت، يعني سايكل بسيطه جدا وما فيهاش اي حاجه. تمام، طيب برضو بنعرف ايه؟ بنعرف الهوست والستيجز وايه تاني والاتش ام. طيب الهوست عندنا مين؟ الديفينيتيف هوست. الادلت ورم عايشه فين؟ عايشه في الانسان. تمام، يبقى الديفينيتيف هوست هو الهيومن. طيب في انترميديت هوست؟ لا. طيب بعد كده عندنا الدياجنوستيك ستيج، اتنين ستيج الدياجنوستيك اللي بنشخص منها، اللي هي اهي الايج اللي هي ان امبريونيتد ايج، يعني ايج ما فيهاش امبريو. طيب بعد كده الانفكتيف، الانسان بيتعادي بايه؟ بيتعادي بالامبريونيتد ايج، ومهم برضو ان نقول الدياجنوستيك ان امبريونيتد لكن الانفكتيف امبريونيتد. بعدين اتش ام، الاتش اللي هي الهابيتات، اللارفا دي عايشه في سوري الادلت ورم دي عايشه في انهي اورجان؟ عايشه في اللارج انتستين، يبقى دي الهابيتات. طيب والمود اوف انفكشن، الانسان بيتعادي ازاي؟ بيتعادي بالانجكشن. تمام، بعد كده نتكلم عن الباثولوجي.
هو احنا عندنا قلنا ايه؟ قلنا ان الادلت ورم عايشه في اللارج انتستين، مثبته نفسها بالهيد، والتيل بتاعها موجود في اليوم. فاول وابسط حاجه هي عماله تتحرك وتكسر في الميكوزا، ويعني مش قاعده كده هاديه، يعني مش على بعضها. فاول حاجه بتعملها بتعمل ميكانيكال دامج، يعني دامج وتكسير في الميكوزا، لكن التكسير ده بسبب حركتها، فعشان كده سميناه ميكانيكال دامج. تمام. طيب الميكانيكال دامج برضو الجهاز المناعي مش قاعد ساكت، هو كمان بيهاجم، فبيرد عليها بخلايا بتروح تهاجمها وتحاربها، فبتعمل اليرجيك رياكشن، بتعمل حساسيه. باول حاجه نتيجه حركتها عملت ميكانيكال دامج و اليرجيك رياكشن. بعد كده عندنا الخلايا بتاعه الميكوزا اللي عماله تتكسر دي، عماله تتكسر، وهي هي هايلي فاسكولار، هي فيها بلود فيسل، صح، فيها يعني فيها متغذية بدم، فكمان نتيجة التكسير ده بيطلع دم او بتنزل دم. طيب فالميكوزا بتنزل هيموريدج، بتعمل هيموريدج، وبيبقى بيتيكال هيموريدج، يعني نقط. يبقى تاني حاجة ان الميكوزا، السيلز بتاعة الميكوزا دي عمالة تتكسر وبيخرج، او نتيجة التكسير ده بيبقى فيه بيتيكال هيموريدج، يعني نقط دم. طيب بعد كده برضو الميكوزا السيل دي خلاص، يعني هي فيها البارازايت وعمال يكسر فيها، والجهاز المناعي بيحارب من الناحية التانية، فعاملين الاتنين مع بعض عاملين انفلاميشن. بقى الميكوزا دي بقت انفليمد، واي انفلاميشن بيبقى الميكوزا دي بتعبي مية، بتبقى فيها اديمة اديميتس، وكمان خلاص بقى اتهرت، بقت فرايبل. طيب يبقى الميكوزا السيلز بتاعت الميكوزا دي بنلاقي عليها ايه؟ بنلاقي عليها اعراض الانفلاميشن. يعني ايه اعراض الانفلاميشن؟ الجهاز المناعي بيضرب والبارازايت بيضرب من الناحية التانية، فالسيلز دي تلاقيها بقت اديمتس، بقت عمالة تعبي مية بقى، وتبقى فرايبل، متكسرة ومهرية. طيب مهم جدا كمان انه خلاص الميكوزا دي ما بقتش يعني مش بتقوم بوظيفتها كويس. هي اللارج انتستين ايه وظيفتها اصلا؟ اللارج انتستين بيعدي عليها باقي الاكل، فهي بتعمل امتصاص للمية والاليمنتس اللي احنا محتاجينها، المية، ولو في فيتامينز ما كناش امتصناها او اي حاجة الجسم محتاجها، هي بتبدأ تعمل له ري ابزوربشن تاني. فاحنا اصلا خلايا اللارج انتستين دي خلاص هي اساسا باظت، يعني هي فيها ديزيز دلوقتي ومش قادره تقوم بوظيفتها دلوقتي. فبالتالي الاكل اللي كان بيعدي عليها ده، او الستول، هو سوري مش اكل، هو استول معدي عليها، وهي المفروض هتاخد منه الحاجات اللي الجسم يعني محتاجاها، وينزل بقى الستول في شكله الصلب اللي هو ياخد الفورم بتاعه، هي خلاص مش قادره تعمل كده. فبالتالي الستول ده هيبقى نازل فيه ميه، اللارج انتستين ما قدرتش تمتصه، ويعني في حاجات كتيره. فعشان كده بيبقى فيه دايريا، اللي هو الاسهال، لانه اللارج انتستين ما قدرتش تقوم بوظيفتها وتمتص الميه دي تاني من الفيسز ده. تمام. بيحصل حاجه تانية اسمها ريكتال برولابس. الريكتال اللي هو يعني المستقيم، احنا عندنا ايه كلمه برولابس؟ ان احنا لو عندنا تو تيوب كده مكملين مع بعض، يعني تو تيوب كده مش مكملين مع بعض، لا، اللي فوق دي تبدأ تخرج وتبان من هنا. تمام. فدي اسمها برولابس، يعني تدلي. المستقيم اللي هو ريكتال برولابس ده يعني نلاقي المستقيم متدلي وباين من فتحة من الانس. تمام. طيب بعد كده بيقول لك في انيميا. احنا قلنا ايه؟ قلنا ان البارازايت ده عمال بيكسر في الميكوزا وبينزل دم، يعني هي عماله تفقد دم، الانسان ده عمال يفقد دم، وفي نفس الوقت كمان هو عنده مشكله في الجي اي تي بتاعه، فهو مش عارف اصلا ياكل كويس. فالانيميا اللي عندنا اسمها هايبوكروميك انيميا. ليه؟ لان هي نتيجه فقد الدم، الدم اللي عمال الانسان ده يفقده من التكسير ده. تمام. وتاني حاجة ان هو مش قادر ياكل كويس، يبقى بسبب فقد الدم وبسبب المال نيوتريشن، التغذية اللي مش سليمة. بعد كده البارازايت ده لو راح لأماكن تانية زي الابندكس هيعمل فيها ابندسايتس. تمام. يبقى الباثولوجي قلنا ايه؟ اول حاجة ان هي ميكانيكال دامج بسبب حركة البارازايت وتكسيره، وكمان بسبب رد فعل الجهاز المناعي في عمل اليرجيك رياكشن. تاني حاجة الميكوزا السيلز اللي عمالة تتكسر دي بقى فيها هيموريدج، في دم بيخرج نتيجة التكسير، وكمان باين عليها أعراض الانفلاميشن اللي هي بقت مليانة مية وبقت فرايبل وفي دم. طيب الدايرية،
ايه سبب الدايريه او الاسهال ده، انه اللارج انتستن اصلا مش عارفه تقوم بوظيفتها الكامله، اللي هي ايه وظيفتها اصلا، ان هي تمتص الميه من من الفيسز، من البراز اللي نازل ده، المفروض تمتص منه كل الميه اللي الجسم محتاجها، لانه احنا مش هنقعد ننزل الميه في الفيسز، فلا يعني الميه الجسم محتاجها فبتبدا تمتصه. طيب هي خلاص ما بقتش قادره تمتص ده الميه دي، فبتنزل الدايريه. طيب وقلنا الريكتال برولابس ان المستقيم بيبدا يتدلى ويبان من فتحه الانس او فتحه الشرج يعني. طيب حاجه مهمه قوي في الدايريه دي، احنا قلنا ايه، انه في دم موجود في اللارج انتستين بسبب التكسير، وفي ميه او اديمه بسبب الانفلاميشن اللي هو مهاجمه الجهاز المناعي، وفي دايريه، فكل ده هينزل في الدايريه. يعني الدايريه دي اللي هو اسهال عباره عن ايه، عباره عن دايريه اللي هي اسهال ميه تمام، وكمان في بلاد، البلاد اللي في التكسير ده هنلاقيه برضو نازل في الستول ده، وكمان نلاقي ميوكس اللي هو نتيجه الالتهاب. فكلمه مهمه جدا 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 هنلاقيها في الكلينيكال ليتريتشر اسمها ديزنتري. ديزنتري يعني ستول بيبقى فلويد اللي هو الدايريه يعني، وكمان في بلاد وفي ميوكس ماشي. طيب تالت حاجه الانيميا، قلنا الانيميا هايبوكروميك بسبب انه في فقد للدم، وفي كمان سوء تغذيه مال نيوتريشن، وبعد كده البارازايت ده ممكن يسيب الانتستين اصلا ويروح لاماكن تانية زي الابندكس، فيعمل فيها التهاب ابندسايتس ويقفلها خالص تمام. ده الباثولوجي. بعد كده عندنا الكلينيكال بيكتشر، برضو هنقسمها لو لايت انفكشن او لو هيفي انفكشن. طيب لو لايت انفكشن، انفكشن بسيطه خلاص اسيمتوماتيك، العيان مش هيحس بحاجه ومش مش هيشتكي من حاجه. طيب لو لايت، لو انفكشن كتيره، هيفي انفكشن يعني اللارج انتستين فيها ترايكورا دي كتير، قلنا اول واهم كلمه اللي هي الديزنتري. يعني ايه ديزنتري؟ يعني دايريا فلويد. قلنا الديزنتري دي اهم كلمه، ويعني ايه ديزنتري؟ يعني طول بيبقى شكله فلويد، وكمان في دم نتيجه التكسير، وكمان في ميوكس نتيجه التهاب. ميوكس يعني ميه اللي هو سائل لزج شويه نتيجه الالتهاب، فالثلاثه دول مع بعض بنسميهم ديزنتري. ديزنتري بالعربي تقريبا تعانيه او يعني حاجه كده، لكن ترجمتها ايه، ان هي ستول وفي بلاد وفي ميوكس. طيب يشتكي من ايه تاني؟ يشتكي من ابدومينال بين، وجع في بطن، نوزيا، فوميتنج، دايريا، انيروكسيا، عنده ترجيع وغثيان ودايريا، ومش بياكل كويس، ويت لوس طبيعي لانه اصلا هو اصلا ما بياكلش كويس، و قلنا بقى الابندسايتس لو راحت في الابندكس، والريكتال برولابس اللي هو المستقيم هيبدا يظهر ويبان من الانس، فبنسميه برولابس تمام. يبقى ده يا اما اسيمتوماتيك في اللايت انفكشن، يا اما الهيفي انفكشن، الديزنتري والابدومينال بين، كل الكلام ده خلاص. يا رب تكون الدنيا سهله يعني. طيب بعد كده عندنا الدايجنوزس، هنشخص ازاي بقى؟ برضو هي حاجه بيشتكي من وجع في بطنه او اعراض في بطنه، فاحنا بنعمل ستول اناليسيس. ستول اناليسيس برضو يعني هنلاقي الاج، هنلاقي الادلت ورم، يعني هنلاقي الاج يا اما نلاقي الورم نفسها. طيب بعد كده عندنا ممكن نعمل بروتوسكوبي عشان نعمل اكزامين الميكوزا دي، يعني وقت البرولابس نلاقي المستقيم ده او المستقيم ده باين، او في برولابس باين يعني، فبيبدا هو بانسترومنت كده اسمها البروتوسكوب، يبدا يدخل ويعمل لها اكزامينشن ويفحصها، يعني يبدا يشوف بقى الميكوزا دي فيها ايه، فيها ديستراكشن ولا فيها ايه، فبيبدا يشخص من كده. يبقى بنشخص من حاجتين، انه يلاقي الايج او الادلت ورم، او بالبروتوسكوب يقدر يعمل اكزامينشن وقت الريكتال برولابس ده. وقلنا البروتوسكوب ده هي اداه انسترومنت كده بيبدا يدخل فيها ويبدأ يشوف الميكوزا دي ايه اخبارها او ايه المشاكل جواها تمام. طيب التريتمنت بتاعنا بنعالج بايه؟ بنعالج بالميبندازول. طيب هنمنع ازاي بقى؟ البريفنشن، هنعالج كل الناس اللي عيانة، ونبدأ نعلم الناس بقى اللي هو يعني نعلمهم عادات كويسة، اللي هو البريزونال هايجين دي برضو
sanitary disposal للهيومن فيسز، اغسلوا ايديكوا برضو، الوش للفيجيتابلز، هيلث اديوكيشن، كل الحاجات دي. تمام. طيب دي كانت الترايكورا. استرايكورا بعد كده ده شكلها برضو الفيميل، دي الفيميل اللي هي البوستير اند بتاعتها مش كويل، مش ملفوفة، وده الميل البوستير اند بتاعته كويل وملفوفة على بعضها. ماشي. طيب اخر بارازايت هو التوكسوكارا. التوكسوكارا دي دودة قطط وكلاب. تمام. طيب حلو كويس، دودة قطط وكلاب. اوكي. الانسان بيتعدي منها، بيتعادي بالتوكسوكارا دي، لكن اول ما التوكسوكارا دي تدخل في الانسان دورة حياتها ما بتكملش، وكمان اللارفا هي بتدخل للانسان لارفا، يعني الانسان بيتعدي باللارفا، اول ما اللارفا دي تدخل للانسان دورة حياته ما بتكملش، وكمان العدوى ما بتتنقلش. تمام. طب حلو ماشي تمام. برضو احنا بقى كإنسان ايه المشكلة، احنا بناخد بقى التوكسوكارا ليه؟ لما هي اول ما توصل للإنسان دورة الحياة ما بتكملش والإنسان ما بيعديش. ده اللي احنا هنعرفه بقى برضو. طيب برضو بنتكلم عن نفس العناوين اللي بنتكلم عنها. ده شكل التوكسوكارا، هي في منها نوعين، توكسوكارا كاتي دي بتبقى موجودة في القطط، وتوكسوكارا كينس دي بتبقى موجودة في الكلاب. يبقى كينس دي اللي بتصيب الكلاب، وكاتي دي اللي بتصيب القطط. طيب هي شكلها شكل الأسكيرت، لكن في عندها ايلة كده، جناحات، الجناحات دي عند يعني من عند الهيد بتاعتها كده في عندها جناحات. تمام. ومش متكلم عن حاجة تاني في المورفولوجي الحمد لله. طيب تعالوا نشوف بقى ازاي احنا بنقول هي دودة قطط وكلاب، واول ما العدوى توصل للانسان ولا دورة الحياة بتكمل ولا البرازايت ولا العدوى بتتنقل لحد، واحنا هناخدها، ما احنا مش هناخدها غير لما تكون هي بتعمل مشاكل للانسان. اول حاجة دي الصورة برضو اللي عندك في الكتاب، فهنبدأ التوكسوكارا سواء كينس او كاتي دي بتعيش في السمول انتستين، لكن بتاعت القطط والكلاب. فاحنا عندنا الدج ده مصاب وعنده سمول انتستين، عنده سوري عنده التوكسوكارا دي عايشة في السمول انتستين بتاعته، وحتى واخدها اهي اللي هي اللي جوه دي عايشة في السمول انتستين بتاعته. عايشة بتعمل ايه؟ برضو بتنزل الاج بتاعتنا اهي، بتنزل في الستول بتاعه القطط والكلاب دي، الايج بتبدا تنزل بعد من اسبوعين لاربع اسابيع من العدوى. تمام. يعني بعد اسبوعين او اربع اسابيع من ان الكلب او القطه دي تعدي يبدا الايج بتاعتها تنزل في الستول. طيب بتنزل في الستول الايج برضو، بتقعد فتره في التربه حوالي اسبوعين يحصل فيها ماتيوريشن. طيب بعد ما قعدت فتره وحصل فيها ماتيوريشن، الايج دي ممكن توصل لايه؟ اول حاجه ممكن توصل للكلب ده تاني ياخدها مع اي اكل، سواء كلب او قطه. ف يعني لو اخد الاج دي وفيها اللارفا هتبدا خلاص اللارفا تبدا تخرج في السمول انتستين بتاعتهم وتكبر وتعمل ادلت وورم. ده احتمال. طيب تاني احتمال ممكن حيوان تاني زي فار او ارنب او اي حاجه من القطط والكلاب دي بتاكلها هو اللي يبدا ياخد الاج دي. طيب لما ياخدها برضو هتكبر عنده الاج، سوري هتهاتش وتخرج اللارفا عنده، واللارفا دي هتروح في كل الماسلز بتاعته، في كل اللحمه بتاعته، هتنسست يعني هتحوط نفسها كده في قلب التيشو بتاعته. تمام. يعني اللارفا هتدخل في التيشو بتاعته وتحوط نفسها، وده بنسميه كارير، يعني حيوان حامل للمرض. في نفس الوقت القطة أو الفار أو وات ايفر الحيوان اللي أكل الإج دي، يعني الكلب أو القطة يقدر ياكله تاني. فلما ياكله تاني هي بقت، احنا قلنا ان هي بقت موجودة فين؟ بقت موجودة عنده في كل التيشو بتاعته. فأول ما هياكلها اللارفا اللي موجودة عنده في التيشو دي هتخرج تكبر في السمول انتستين بتاعه القطه والكلب، وبرده عملت الادلت وورم. ده تاني احتمال. طيب تالت احتمال بقى واللي يهمنا، انه الايج اللي فيها اللارفا دي توصل للانسان. تمام. توصل له باي طريقه، يعني برده هي توصل له ازاي؟ اكل ملوث. طيب وانس ان هي دخلت للانسان ولا هتكبر، هي بتدخل الانسان ايه؟ لارفا. ولا اللارفا دي هتكبر، فكده عملنا الريست للسايكل، السايكل ما كملتش. طيب
وكمان العدوى مش هتنتقل. اوكي، فده بنسميه ايه؟ بنسميه برانيتك هوست. الانسان هنا اسمه برانيتك هوست. يعني ايه برانيتك هوست؟ يعني الهوست هو بيبقى سسبتبل للانفكشن، الانسان ده يتعدي لكن ولا السايكل، اول ما اتعدى خلاص هو اتعدى، السايكل بتاعه البرازيت ده مش هتكمل، وكمان الانسان ما ينقلش العدوى، فده بنسميه البرانيتك هوست. طيب نعيد سريعا تاني، قلنا ايه؟ قلنا ان التوكسوكارا دي في منها نوعين، توكسوكارا كينس وتوكسوكارا كاتي. الكينس دي السبيشيز او النوع بتاع الكلاب. يبقى هنعيد سريعا كده اللي قلناه تاني في التوكسوكارا. قلنا ان في منها تو سبيشيز او نوعين، توكسوكارا كينس دي اللي بتبقى موجودة في الكلاب، توكسوكارا كاتي دي اللي بتبقى موجودة في القطط. وقلنا ان القطط والكلاب هم دول اللي دفنته في وسط فيها بيعيشوا فين؟ بيعيشوا في السمول انتستن سواء بتاعة القطط او الكلاب. طيب فقلنا ان هي عايشة هنا في السمول انتستن بتاعة الكلب او القطة، بتنزل ايج، الايج بتاعتها بتنزل بعد من اسبوعين لاربع اسابيع من الانفكشن، يعني بعد الكلب الكات او الدوج ده ما تجيله الانفكشن، بعدها باسبوعين او اربع اسابيع تبدأ الايج تنزل. طيب الايج دي بتنزل برضو اماتيور، بتقعد فترة حوالي اسبوعين يحصل لها ماتيوريشن. طيب خلاص نزلت في السويل وقعدت فترة اسبوعين وحصل لها ماتيوريشن، ايه الاحتمالات اللي ممكن تحصل؟ ممكن يحصل 3 احتمالات. اول احتمال ان الايج دي توصل للدوج تاني او الكات بطريقة ما مع اي اكل، كونتامينيتد مع اي اكل، فخلاص اول ما توصل للدوج او الكات هتنزل عندهم عند في السمول انتستين بتاعتهم وتبدأ تهاتش واللارفا تخرج وتكبر وتعمل الادلت ورم. تاني احتمال انه لا دي كائن تاني او حيوان تاني هو اللي هيبدأ ياكل الايج دي contaminated في اي حاجة، حيوان تاني زي ايه؟ زي فار او ارنب او اي حيوان القطط او الكلاب دي هتقدر تتغذى عليه. طيب فلما لما ياخد الايج دي contaminated مع الفود بتاعه، الايج هتنزل عنده في الانتستين بتاعته برضو هتهاتش وتخرج اللارف، لكن اللارفا هنا بتروح في كل التيشو بتاعت الحيوان ده وتنسست نفسها في التيشو دي، يعني بتحوط نفسها في التيشو، يعني تلاقيها في كل الماسلز بتاعته، في كل في اي تيشو فيها تلاقي اللارفا موجوده فيه وعايشه فيه وخلاص، وده بنسميه كارير، يعني حيوان حامل للمرض. طيب وانس ان الحيوان ده يبقى فريسه للقطه او كلب او تاني، اللي هيحصل بقى هتبدأ اللارفا دي اللي موجودة في التيشو هتخرج من التيشو دي وتبدأ تكبر وتعمل ادلت وورم في السمول انتستين بتاعت الدوج او الكات. طيب الاحتمال التالت انه الانسان بقى هو اللي هياخدها، المين هو اللي هياخدها برضو كونتامينيتد في الفود، لكن وانس ان هي دخلت في الهيومن خلاص السايكل ارستد، مفيش سايكل تاني مش هتكمل، وكمان اللارفا مش هتكبر عن كده او مش هتوصل للادلت فورم. تمام كده، وعشان كده بنسمي المين برانيتك هوست، يعني هو يتعدي عادي لكن السايكل خلاص كده مش هتكمل والبرازايت هيبقى فيها في صورة لارفا. تمام كده، وهي دي اللي هتعمل له المشاكل. طيب بعد كده، طيب نتكلم بقى عن الباثولوجي، ايه اللي بيحصل بقى في الانسان ده؟ طيب اللارفا بتاعتنا دي وصلت خلاص للانسان، هو اللي يهمنا الانسان يعني. طيب اللارفا خلاص بقت في جسم الانسان ده موجوده في كل التيشو بتاعته، يعني بتروح في كل اورجانز تبقى موجوده فيه. طيب المشاكل بتاعه اللارفا هتبقى عباره عن الخناقه ما بين اللارفا وما بين الاميون سيستم. الاميون سيستم بيحاول يهاجم اللارفا دي ويسيطر عليها، فبيعمل ايه؟ الانفلاميشن والجرانيولوما، بيحوطها بالاميون سيلز فبيعمل الانفلاميشن والجرانيولوما في كل اورجان هتروحه. طيب ممكن تروح للليفر وتعمل فيها الجرانيولوما الانفلاميشن دي، ممكن تروح لللنج، تروح للسبلين اللي هو الطحال، ممكن تروح للبرين، ممكن تروح للاي، تروح لكل اورجان. عشان كده بنقول مشاكلها كتيره، ان هي بتروح لكل اورجانز في الانسان وبتعمل فيه مشاكل. طيب عشان كده احنا عندنا الكلينيكال بيكتشر حاجتين، هي مبدئيا الكلينيكال بيكتشر بتبقى اكتر او العدوى بتبقى اكتر في الاطفال، لان هم دول اكتر فئة بتلعب مع الحيوانات دي يعني. تمام، فالعدوى بتبقى اكتر في الاطفال، ممكن تبقى اسيمتوماتيك ومش معروف سببها،
طيب لكن عندنا في الكلينيكال بيكتشر صورتين مهمين جدا، حاجه اسمها فيسترال لارفا مايجرين وحاجه اسمها اوكيلار او اوفثالميك لارفا مايجرين. طيب نفهم يعني ايه، يعني ايه فيسترال لارفا مايجرين؟ فيسترال يعني الاحشاء، ولارفا مايجرين يعني مهاجره اللارفا، يعني اللارفا دي بتهاجر في كل احشاء الجسم، وده اللي احنا قلناه ان هي بتبقى موجوده في كل اورجان وبتعمل فيه مشاكل، فده معنى كلمه فيسترال لارفا مايجرين. طيب هي بتبقى موجوده في كل الاورجانز وعامله الجرانيلوما وعامله مشاكل، لكن هو عندنا هنا في الكتاب ذكر لنا مين؟ ذكر لنا الليفر، تبقى موجوده في الليفر، فتروح في الليفر وتعمل الجرانيلوما والانفلاميشن دي، فتكبر الليفر تعمل فيه هيباتوميجالي. طيب تروح لللنج برضو تعمل فيه نفس المشاكل، فتعمل فيه نيمونايتس. نيمونايتس يعني التهابات في اللنج او في البلورة اللي محوطة اللنج. طيب تروح ايه تاني؟ وهي اصلا ماشية عمالة كده، ماشية في الدم وعمالة يعني بتعمل مشاكل، الاميون سيستم مش سايبها في حالها، لا ده بيهاجمها هو كمان، فنتيجة المهاجمة دي في عندنا ايه؟ في عندنا فيفر. طيب وكمان في انتي بودي كتيرة جدا طالعة ضدها تهاجمها. الانتي بودي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اميون جلوبيلين. طيب فلما نيجي نعمل سيرولوجي نلاقي الاميون جلوبيلين دي كتيرة جدا، فبنسميها حاجة اسمها هايبر جلوبيولونيميا، يعني انتي بودي كتيره جدا ضد التوكسوكورا دي. تمام كده، دي الفيسرال لارفا مايجرين، معناها ان اللارفا بتتفتح في كل الاحشاء. طيب بعد كده عندنا الاوكيلار لارفا مايجرين، والاوكيلار لارفا مايجرين يعني اللارفا بتاعت التوكسوكورا دي توصل للعين. طيب توصل للعين تعمل فيها ايه؟ تعمل فيها اندوفثالمايتس، يعني التهابات في العين. تمام كده، ده في الاندوفثالمايت. طيب ممكن تعمل كمان مشاكل في الريتنا، الريتنا اللي هي الشبكية، ودي اهم جزء في العين وهو ده اللي بنشوف بيه. تروح تعمل ايه في الريتنا؟ تروح تفصلها وتقطعها، تعمل فيها ديتاتشمنت، بتقطع الريتنا اللي احنا بنشوف بيها. طيب الموضوع ده خطير جدا، التوكسوكورا في العين، لدرجة ان هي ممكن تعمل ورم، ممكن تعمل تيومر اللي هو ريتينوبلاستوما. فعشان كده في يعني في معظم الحالات اللي بيبقى فيها الاوكيلار لارفا مايجرين دي، بنبدا نعمل للعين انكيوليشن، يعني نفصل العين خالص، نشيل الاي بول خالص، علشان ما يحصلش التيوم، علشان ما تحصلش الريتينوبلاستوما دي. يبقى الاوكيلار لارفا مايجرين دي بتعمل ايه؟ الاندوفثالمايتس، يعني اندو يعني جوه، يعني بتعمل انفلاميشن للعين من جوه. تمام، طيب بتعمل في الشبكيه، تعمل فيها ريتينال ديتاتشمنت، تقطعها وتفصلها وقلنا ان الشبكيه دي اهم جزء في الجسم. طيب عشان كده ممكن تعمل تيومر اللي هي الريتينوبلاستوما. ففي معظم الحالات بيبقى الحل الامثل ليها ربنا يعافينا، يعني نعمل انيكيوليشن للاي، يعني نشيل الاي. طيب بعد كده اللارفا دي ممكن تروح لفين تاني؟ ممكن تروح للبرين، فتروح للبرين فتعمل فيه نيورولوجيكال ديستربنس، والنيورونز اللي هي النيرف، فهي بتعمل نيورولوجيكال ديستربنس. زي ايه؟ زي العين كل وظائف البرين، والبرين بيتحكم في كل حاجه، فتلاقي كل وظائف البرين مضروبه، تلاقي عنده الريتابيلتي قاعد كده مش على بعضه، نيرفسنس متعصب، وتلاقي عنده تريمورز يعني عنده رعشه، اتاكسيا بيجي يمشي تلاقيه بيتطوح، او مشيته مش متزنه، او وقفته نفسها مش متزنه. تمام، فدي كلها اسمها نيورولوجيكال ديستربنس. هو ريحنا في الكتاب وكتب العنوان بس، ما كتبش الديتيلز تحته، فهنعرف بس الاسم. تمام، يبقى احنا قلنا الفيسرال لارفا مايجرين يعني المشاكل في الاورجن، قلنا الهيباتوميجالي والنيمونايتس والفيفر والهايبر جلوبولينيميا، قلنا انتي بودي كتيره ضد التوكسوكارا موجوده في البلد. تمام كده، والفيفر. طيب الاوكيلر قلنا بقى بتعمل اندوفثالمايتس وريتينال ديتاتشمنت، وممكن تعمل تيومر، عشان كده ممكن توصل انه نعمل انيكيوليشن للاي، والنيورولوجيكال ديستربنس دي الكلينيكال بيكتشر. طيب الدايجنوزس احنا هنشخص ازاي؟ طب احنا بنشخص من اول حاجه الكلينيكال بيكتشر. طيب كلينيكال بيكتشر ازاي؟ احنا بنقول انه هي بتعمل حاجه اسمها فيسرال لارفا ماجرين، يعني تلاقي العين داخل عليك عنده مشاكل في الليفر، ومعاها مشاكل في السبلين، وعنده مشاكل في اللنج، وكمان مشاكل في البرين، ومشاكل في الاي. تمام، ده الاورجنز كلها مضروبه،
فعشان كده بنشخص، بيبقى سهل جدا ان نشخص من الكلينيكال بيكتشرز خلاص، يعني مفيش حاجه مميزه ان هي تضرب كل الاورجنز دي غير التوكسيكار، تمام. فاول ما تلاقي كل السيمتومز دي او كل الكلينيكال بيكتشرز دي متجمعه في حاله واحده، ف يعني احتمال كبير ان دي توكسيكار. طيب تاني حاجه ممكن نعمل سيرولوجيكال تيست. سيرولوجيكال تيست يعني ايه؟ يعني ندور على انتيجين او انتي بودي. لما نيجي نعمل السيرولوجيكال تيست ده وندور على الانتيجين، هنلاقي الانتيجين بتاع التوكسيكار، وكمان هنلاقي ضده الانتي بودي اللي طالع. احنا قلنا فيه هايبر جلوبولينيميا، يعني انتي بودي كتيره جدا، تمام. طيب يبقى تاني حاجه من السيرولوجيكال تيست علشان نشوف الانتيجين والانتي بودي. بعد كده الايزينوفيليا والهايبر جلوبولينيميا. الايزينوفيليا يعني هي الايزينوفيليا كده كده بتبقى عاليه في كل البارازيتك انفكشن. الايزينوفيل هو السيلز المسؤوله عن البارازيتك انفكشن، فبنلاقي في ايزينوفيليا عاليه. والهايبر جاما جلوبولينيميا اللي هي الاميونو جلوبولينز الكتيره اللي طالعه ضد التوكسيكار، فده الدايجنوزس. طيب التريتمنت، التريتمنت ما بيبقاش افكتيف قوي، او ما فيش دراج واحد هيكون افكتيف قوي. ليه؟ لان احنا قلنا برضو ان كل السيستمز مضروبه. هنعالج ايه؟ هنعالج ليفر ولا هنعالج سبلين ولا لانج ولا برين ولا اي؟ يعني ما فيش علاج واحد هيكون شامل لكل ده، وفي نفس الوقت مش هنقدر نعالج كل اورجان لوحده، تمام. فعشان كده الدراج يعني مش بيبقى افكتيف قوي، لكن احنا يعني بيدوا حاجات تحاول تقلل من حدة المرض. زي ايه؟ الثايابندازول بيدوه علشان يقلل الكورس بتاع الديزيز او يقلل حدة المرض شوية، وبيدوا معاه كورتيكوستيرون علشان الالرجي، ولو في اعراض في الاي او اي حاجة يبقى بيدوا ثايابندازول عشان يقلل من حدة المرض، ومعاه كورتيكوستيرون علشان الالرجي، تمام كده. طيب ممكن يبقى سيلف ليميتد طبعا. طب البريفنشن ازاي نقدر نمنعه؟ اول حاجه واهم خطوه ان احنا نعمل ايه؟ نعمل بروتكشن للسمول تشيلدرن دول اجنست الانفكتد دوج، يعني نبعد اي اطفال عندنا من يعني ان هم يبعدوا عن القطط او الكلاب دي واللعاب بتاعهم والفضلات بتاعتهم وكده، لان هم سبب العدوى. طيب تاني حاجه الانيمالز، لو احنا بقى هنربي القطط او الكلاب او الحيوانات دي في البيت، طبعا بياخدوا تطعيمات، يعني هم اقل من 6 شهور، فكل شهر بيبقى ليهم تطعيمات. تالت حاجه السترايكاتس ودوك بقى اللي هي القطط والكلاب اللي ضاله في الشارع دي، نحاول نتخلص منهم لو عرفنا ان هم يعني عندهم عدوى او مصابين بامراض، او على الاقل خالص احنا بنبعد عنهم، تمام كده. يبقى بنعمل بروتكت السمول تشيلدرن، نعمل السمول انيمالز نعمل لهم دي ورمت كل شهر، ونعمل نتخلص من الحيوانات الضاله اللي في الشارع دي او نبعد عنها، تمام كده. طيب احنا كده خلصنا. في ايه بس؟ في هنقول للسايكلز، احنا قلنا ايه؟ قلنا ان دي دودة قطط وكلاب، تمام كده. فالديفينيتيف هوست بنتكلم عن ايه؟ الادلت ورم. الادلت ورم تبقى موجوده فين؟ موجوده في الدوج والكات، صح كده. طيب وقلنا الهابيتات تبقى موجوده فين؟ في الابر بارت اوف سمول انتستين، برضو بتاع الدوج والكات. طيب الانفكتيف ستيج، الانسان بيتعادي منين؟ الانسان هنا كان بيتعادي من الامبريونيتد ايج، صح كده، الايج اللي فيها لارفا. طيب ايه تاني؟ هنا الانسان بيتعدي ازاي؟ المود اوف انفكشن يبقى انجيشن للايج من السايل. طيب واهم معلومه قلناها انه ايه؟ انه الانسان برانيتك هوست يعني يتعدي، لكن السايكل فيه مش هتكمل واللارفا مش هتوصل للادلت. طيب تمام كده. في جزء صغير مش فاكرة أنا قلته في الترايكولوجي ولا لأ، بس هقوله للتأكيد، اللي هي الإج. الإج بتاعتنا اسمها احنا أي إج بنتكلم عن ايه؟ 2S و2C، السايز والشيب والكلر والكونتنت، صح كده. الإج بتاعت الترايكورس ترايكورا، زي ما الترايكورس ترايكورا مميزة بإن شكلها كرباج، الإج بتاعتها برضو ليها شكل مميز، شكل البرميل، بارل شيب. عارفين البرميل بيبقى بولج كده من النص ومن الاطراف بتاعته ضيق، تمام كده. فده ده ايه؟ الايج بتاعتها شكلها بارل شيب، يعني شبه البرميل. كمان من على الاطراف بتاعتها ليها بولج صغير كده شفاف ترانسليوسنت، تمام. يبقى بارل شيب وليها بايبولار بارش ترانسليوسنت.
طيب حجمها من 50 لـ20، لونها براون والكونتنت بتاعها اماتيور، بتبقى وقت الاوفي بوزيشن يعني في بداية نزولها في الفيسز او الاسطول، بتبقى اماتيور وبتقعد فترة يحصل لها ماتيوريشن. تمام كده، بس انا كده خلصت. يا رب تكون الدنيا بقت اسهل وتكونوا استفدتوا يعني بقدر الإمكان من المحاضرة، وربنا معاكم وبالتوفيق يا رب إن شاء الله.